الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف إلى حد ما كيف نستخدم برنامج ديسموز على الشبكة العنكبوتية لحل مسائل البرمجة الخطية. الآن طبعا أستخدم هنا الإكسل، بعدين سأنتقل إن شاء الله بعد قليل إلى برنامج ديسموز، لكن هنا وضعت المعادلات، هذه الدالة ما يسمى بدالة الهدف أو the objective function، باي اللي هي مثلا الربح يساوي 14 في X زائد 8 في Y. عندي يعني سلعة ما تباع، وهذه الأرباح من ربما هذه كمية العمالة وهي المواد الخام أو رأس المال شو ما كان. المهم هذه هي دالة معينة، باي تساوي 14 X زائد 8 Y، نريد أن نعظمها، هذه الدالة الهدف نريد أن نعظمها خضوعا للقيود الثلاث الآتي. هذا القيد الأول اللي هو 4 x زائد 2 y أقل من أو تساوي 60، القيد الثاني 5 x زائد 5 y أقل أو تساوي 110، والقيد الأخير x أقل من 11. الآن بعد ما وضعنا الآن هذه المعلومات الدالة الهدف هذه باي والقيود الثلاثة، أذهب إلى الجوجل الآن على الجوجل إلى حسابي الخاص هنا، وطبعا لأن محضر حالي هنا فأذهب إلى ديسموز جرافين كالكوليتر، هذا هو الرابط ديسموز DESMOS ديسموز جرافين كالكوليتر، تضغط عليها الآن يخرج عندي عدة خيارات، هذا الخيار هو المطلوب جرافين كالكوليتر ديسموز. عندما أضغط عليه الآن تظهر الشاشة الآتية، هذا مستوى ديكات الربع الأول، الربع الثاني، الربع الثالث، الربع الرابع، وهذا الآن هو مربع ما يسمى بالأوامر. أول ما أبدأ الآن لأنه عندي يعني المعادلات والقيود، أضغط شيفت وهذا القوس المعوج، وبذكر هنا طبعا سأذهب إلى الشاشة الإلكترونية هذه، أوكي الشاشة الإلكترونية، بقول له هون بعد القوس المعوج هذا X أكبر من أو يساوي صفر، وأغلق القوس المعوج ثم أفتح قوس ثاني قريب منه وأقول له أنه Y عفوا Y أكبر من أو تساوي صفر، وبسكر القوس. الآن يعني حددت أنه كل قيم X و Y أكبر من صفر ما يسمى بالقيود غير السالبة أو non-negative constraint. ثم أضع القيد الأول اللي هو 4x، الآن 4x زائد 2y كما ذكرنا أقل من أو تساوي 60، هذه الآن 60 لأنها الآن بنقلها، بضغط هنا برايت كليك يعني حتى أصغرها، ثم أصغر الشاشة حتى تظهر هكذا. الآن هاي القيد الأول الذي وضعناه، لاحظوا لي أنه من الصفر صفر هنا 15 صفر، وهون 30 صفر، يعني إذا قمنا الآن على سبيل المثال بافتراض بأن X تساوي صفرا، إذن Y تساوي 60 على 2 يساوي 30، فبتكون هاي النقطة. وإذا افترضنا بأن Y تساوي صفرا بتكون 4X أقل من أو تساوي 60، إذن X أقل من أو تساوي 60 على 4 اللي هي 15 هذه النقطة، وبالتالي هذا القيد الأول. الآن بعمل نسخ لهذا، هذا بعمل له كنترول كوبي، وأذهب إلى هذا الصندوق هنا وأضع القيد الثاني اللي هو 5X زائد 5Y أقل من أو تساوي 110، ده كما ذكرته 110 هاي القيد الثاني الآن، والقيد الأخير الآن اللي هو X أقل من أو تساوي 11. إذا لاحظوا لي أكبر من أو تساوي 11، هنا أكبر من أو تساوي 11 عكسه. لاحظوا لي الآن إنه المنطقة المظللة، لكن بما إنه الآن في عندي معادلة قبل قليل ذكرت باي تساوي 14 أجزاء 8 واي، نريد أن نعظمها خضوعا للقيود الثلاث التالية، وبالتالي هاي عندي ما يسمى بالقيود المهم جدا نعرفها. فالحل يجب أن يكون عند واحد من هذه الزوايا، هذه الزاوية، هذه الزاوية، هذه الزاوية، هذه الزاوية بما فيها صفر صفر، حتى أخلص من الألوان وارتباكاتها. الآن أأتي على المربع الأول وأغير إشارة الأقل من أو تساوي، أخليها تساوي، هاي تساوي
خلصت فقط من لون، والثاني هنا بعملها تساوي رسم لون، وأخيرا هذه تساوي كذاك الأمر. فالآن عندي هذه القيم هنا بالضغط. الآن عند هذه النقطة تلاحظوا لي هاي 0.22 ظللتها، يعني بضغط لمدة ثانية أو ثانيتين حتى تكون الإحداثيات مبينة، ثم هذه النقطة بضغط عليها 8.14. لاحظوا لي هون 0.22 هون 8.14، وكذلك الأمر عند نقطة التقاطع هذه 11.8، وأخيرا النقطة الأخيرة هذه. إذا عندي النقطة 0.0، هاي الواحدة الأولى، هاي الثانية، هاي الثالثة، هاي الرابعة، هاي الخامسة. إذا عندي خمس نقاط بعتمد عليها الآن حتى أعظم، يعني من أي واحد من، لأنه في عندي ما يسمى الكورنر سولوشن أو حل الزاوية، فأي واحد من هذه القيم، هل هي 0.0 أم 0.22 أم 8.14 أم 11.8 أم 11.0، هي التي أي واحدة منها التي تعظم. الآن أذهب ثاني مرة إلى الإكسل، لأن عملت كوبي، عملت يعني نسخت هذه ووضعتها على الإكسل هنا، وبجيبها هذه التي قبل قليل حسبناها 0.22، طبعا 0.0 عندي هنا، 0.22 عفوا هنا 0.0، 0.22 عندي 8.14، عندي 11.8، وعندي 11.0. هنا الآن وضعت X، فالآن بدي أفترض أنه X كان الصفر وهذه صفر، طبعا بدي يعني أوضحها بالنص وأكبرها شوية. وهنا الآن تساوي هذه تساوي 14، لأنه هاي Z هاي قيمتها 14 مضروبة ب A2 زائد 8 مضروبة ب B2، أضغط Enter بطلع عندي صفر. إذا يعني افترضنا بأن نقطة الأصل 0.0 هي التي تعظم، فبتكون قيمة Z تساوي صفر، وهذا ليس حلا. الآن يعني هنا أضلل هذا المربع وأذهب إلى كم قيمة، هاي القيمة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، هنا هاي خمس قيم. فالآن بدي أختار أول قيمة بعد 0.0، حطيت الآن 0.22 هنا، لاحظوا لي من لاحظت أنه قيمة زيد تساوي 176. ثم الآن القيمة الثانية، الثالثة عفوا، 8.14، إذن هنا 8 وهنا 14 بدل واي، بكون عندي 224. والقيمة الثالثة 11 مع 8، هذه 11 وهاي 8، اضغط انتر بطلع عندي 218. واخيرا اللي هو 11 مع 0، هذا 11 وهذا 0، اضغط انتر، وبالتالي الان هذه القيم انا احطها بالنص كما ينبغي واكبرها شوية، وبالتالي هاي قيم زي. لاحظوا لي الان زي، هذه زي أكبر قيمة لها 224، يعني لو أني الآن أستطيع أني أرسمها، وبالتالي هنا أكبر قيمة للأرباح. لاحظوا لي هي مقابل القيمتين، عندما كانت X تساوي 8 هنا وY تساوي 14 هنا. إذن هذه النقطة التي تعظم هذه الدالة بناء على استخدام ديسموث. أرجع على الديسموث حتى تبينه أحبتي. وضعنا الآن هذه القيود، X أكبر من أو تساوي صفرا، Y أكبر أو تساوي صفرا، و4X زائد 2Y هي أصلا أقل من أو تساوي 60، ضللناها. وعندي هون X أكبر من أو تساوي صفرا، Y أكبر من تساوي صفرا، و5X زائد 5Y هي أقل من أو تساوي 110 هذه. وعندي آخر شيء هنا أقل من أو تساوي أكبر من أو تساوي 11. فعندما أزيل إشارات اللا تساوي نخلص إحنا بس من التلوين فقط، هاي تساوي، هاي تساوي، وهاي تساوي، بحصل على هذه النقاط، النقطة الأولى هنا، النقطة الثانية هنا، النقطة الثالثة هنا، والنقطة الرابعة هنا، وطبعا عندي النقطة الخامسة الأولانية اللي هي 0.0. فأي واحد منها تعظم كما ذكرنا بالإكسل شيت هنا، بأن النقاط اللي هي عندما تكون X 8 و Y 14
بتكون قيمة الدالي 224، وهي أكبر قيمة لباي يمكن أن نحققها من خلال هذه القيود. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع المهم، لكن أحبتي أشجعكم على استخدام نظام الديسموز أو برنامج الديسموز، لأنه من أهم أنظمة الحاسوب، وهي عبر الشبكة الإلكترونية، يعني لا تحتاج إلى تنزيله إلى حاسوبك أو الجهاز الآلة الحاسبة، هو موجود على الشبكة العنكبوتية، تستطيع أن تشترك بهذا البرنامج لأهميته. ديسموز جرافين كالكوليتر، وهذا الحل الذي حصلنا عليه من الإكسل بواسطة ديسموز. أكون بذلك قد انتهيت، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجع هنا.